قوافل الشهداء اللي اعتاد هذا الوطن للأسف المخضب بالدماء، يجب يعني يبدو أنها سوف لن تتوقف عن قريب. والسبب هنا يقع في مسألتين: ضعف الحكومات، وبالذات هذه الحكومة بدأت تتكشف، وإحنا من اللحظة الأولى شخصنا أن هذه الحكومة ضعيفة لسببين، أولا ذاتي وموضوعي. موضوعي أنه جاءت وفق توافق سياسي، ولكنه بالأساس هو توافق هش للخلاص نعم من الضغط الشعبي اللي مثلته ثورة تشرين، لذلك لم يكن توافقا سياسيا حقيقيا لإنتاج حكومة قوية تدير مصالح البلد وتحافظ على شؤون المواطنين. هذه واحدة. اثنين، ذاتيا قدرة السيد الكاظمي الحقيقة على أن تكون لديه رؤية واضحة دقيقة لكيفية التوازن اللي هو افترضه. هو كان يقول أني سوف أكون متوازنا في العلاقة تحديدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا من الصعب بمكان. هذا طبعا خطأ استراتيجي ارتكبه، وإحنا شخصيا مع جنابك ومن خلال باقي المؤسسات الإعلامية قلنا له يجب أن تكون واضحا، أما أن تكون مع طهران أو أن تكون مع واشنطن.